مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده ولقاء جديد بيتجدد من برنامجنا مفاتيح النجاح. طبعا النهارده حلقتنا مميزه جدا ومختلفه، يعني فيها ميكس غريب كده مع بعض. هيكون معانا النهارده الشيف العالمي اللي منورنا، هيعمل لنا احلى الاكلات، ومعانا كمان المنشد اللي منورنا. هنستمتع النهارده بحلقتنا مع الفقرتين. فقبل ما ابدا حلقتي احب ارحب بزميلتي منار. اهلا بيكي برنامج. زي ما قالت زميلتي مين، النهارده حلقتنا هتكون مختلفه، هتكون متنوعه. زي ما قالت، النهارده هيكون معانا الشيف العالمي الشيف عادل ماهر والمنشد الشافعي عبد العزيز اللي منورنا النهارده. فقبل ما نبدا حلقتنا كده يا شيف، عرفنا بنفسك. اهلا وسهلا، مرحبا. معك الشيف عادل ماهر من قناه الصحه والجمال، ومقيم بمركز سنبلاوين، محافظه الاهليه. اهلا بحضرتك، نورتنا النهارده. يا مرحبا يا فندم. يا مرحبا. وانت مش تعرفنا كده بنفسك؟ الشيف عبد العزيز، امسك المايك. الشافعي عبد العزيز من محافظه الشرقيه، مركز بلبيس. شرفت حضرتكم. في البدايه كده يا شيف، بقى قول لنا هتعمل لنا ايه النهارده، او بمعنى تاني هتاكلنا ايه النهارده؟ ان شاء الله احنا بنعمل حاجه نوع من فريدها. تمام. فريده من نوعها. تمام. اسمها طاجن باميه بالكوارع. الله، المخليه. الجمال ده. فان شاء الله نكون من حسن ظن المستمعين والمشاهدين وحسن ظنكم ان شاء الله، وبنحيي اسره البرنامج. هتعمل ايه تاني برضو معاها جنبيها؟ معانا ان شاء الله برضو هيكون طبق الرز المصري بطريقه الشيف عادل الماهر. تمام. قول لنا بقى مقادير الطاجن اللي حضرتك هتعمله النهارده. طبعا مقادير الطاجن، احنا معانا اول حاجه فلفل رومي، وفلفل اخضر، فلفل رومي احمر، فلفل اخضر، شطه خضراء وحمراء، فلفل رومي اصفر. معانا مكسرات بندق ولوز، معانا حبهان مطحون، معانا صلصه طماطم، معانا بصل ناشف، معانا جزر، معانا مرق الدجاج، معانا توم طازج، معانا زبده، معانا زيت، معانا بابريكا، معانا الباميه، معانا ورق اللوري، معانا لحم الكوارع، ومعانا طبعا الفلفل الاسمر والكمون والفلفل الابيض، التوابل طبعا، والتوابل كلها. قلنا بقى يا شيف هتبدا بايه النهارده؟ هنبدا ان شاء الله بالباميه باذن الله. ماشي، اتفضل. ونشتغل على طول واحده واحده كده. وانت شغال قول لنا كده برده المقادير هتبدا بايه بقى؟ باذن الله، توكلنا على الله. احنا هنبدا الاول، لازم علشان طبعا الباميه لازم تاخد صدمه نار مع الزيت. تمام. ومفيش شك ان احنا ننزل مكعب زبده. اللهم صل على محمد، صل على رسول الله. هي عادي الباميه تنحط كده، ولا في ناس بسمع ناس بتسلقها الاول قبل ما تعملها؟ هو الطريقتين، تسلقيها وتعمليها، بس اللي انا بعمله بيحوش درجه اللسوكه اللي فيها. ايوه. اما لو احنا عارفينها ان انا مثلا بخدع مثلا للباميه، او بعملها مثلا التقليه بتاعتها واحطها كده، ده على طريقه الطبيخ البيتي العادي. ايوه تمام. احنا بنطبخ، بنعمل اكله زي ما قلت لك فريده من نوعها، هي غريبه بالنسبه للناس شويه. تمام. ولكن ان شاء الله هتعجبهم. تمام. وتعجبهم ان شاء الله. بعد ما حطينا السمنه او الزيت، بعد كده هننزل بايه تاني؟ هننزل بالباميه ان شاء الله الاول. تمام. نديها الصدمه بتاعتها. تمام. وبعد كده هنضيفها. طب ليه بتديها الصدمه دي قبل ما تحطها؟ علشان درجه اللزوجه اللي فيها. تمام. ما تبقاش باينه فيها. باذن الله. فطبعا هننزل بالبامية. هننزل بالبامية. وبعد كده بعد ما تنزل من البامية هتعمل ايه بقى؟ طبعا هتاخد هنعمل كمان صدمة للخلطة بتاعتها. تمام. الخلطة بتاعتها تاخد صدمة. بتاخد لون معين ولا بتشوحها تقلبتين كده وخلاص؟ لا، بتاخد الـ الوقت اللي هو يديها الطعم والنكهه. قد ايه من الخلطه بتاعتها تاخد؟ قد ايه بتاخد؟ حوالي يعني ربع ساعه.
لا في الصدمه بتاعتها اربع ساعات بالنسبه للصدمه على طول على طول على طول بينزل بقى بالماء يعني بالباميه كده يعني دقيقتين دقيقتين طبعا دي كوارع من نوع ال نوع معين ولا اي حاجه نوع كوارع دي احنا يعني بنقدر ناخد ال 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 الرجلين تمام. اللي هي الجمسين تمام علشان بتطلع اللحمه اقوى واتخن وسمكه كويس تقدر تستخدمها كويس نقدر نستخدمها غير البقري ماشي ننزل بالباميه بقى بسم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بسم الله خلاص هنرجع بقى لمنشدنا لما حضرتك بقى تخلص الباميه ونرجع لك تاني طبعا كلنا شفنا الاحداث الاخيره اللي حصلت في فلسطين والقدس وطبعا بمناسبه 7 اكتوبر نصر اكتوبر النهارده هيكون موجود معانا المنشد عبد الشافعي هيسمعنا النهارده حاجه عن فلسطين هيسمعنا بقى حاجه كده في بدايه الحلقه اللي انت عايزه اللي احنا كنا متفقين عليها اتفضل يا طير الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتسونك عين الله يا طير الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتسونك عين الله والله يا مسافر شو هالغبادية والله يا مسافر شو هالغبادية فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله يا طير الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتسونك عين الله والله يا مسافر شو هالغبادية والله يا مسافر شو هالغبادية فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله على عهدي على ديني على أرضي تلاقيني أنا نهلة نفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني وعلى عهدي على ديني على أرضي تلاقيني أنا نهلة نفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني وجينا لك يا ديرتنا بعزتنا وعروبتنا وجينا لك يا ديرتنا بعزتنا وعروبتنا أرض القدس نادتنا صوت أمي يناديني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني وعلى عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلة نفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني يا يما بشيري بالعز أرضك العمى تنهز يا يما بشيري بالعز أرضك العمى تنهز والروح عليها ما تنعز والروح عليها ما تنعز وأنا دمي وشراييني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني وعلى عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلة نفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإحنا شعب فلسطين بجد إيه ما شاء الله عليك إيه الجمال ده ونرجع لشيفنا تاني قول لنا بقى عملت إيه يا شيف احنا خدنا الخلطه بتاعت الباميه تمام حطيت ايه في على طبعا خدنا من الفلفل الرومي والشطه والحراقه ايوه وخدنا بصل ناشف وخدنا زبده تمام وبناخد زيت شويه زيت كمان كده الباميه خلاص خدت الصدمه بتاعتها ايوه طبعا خدت الصدمه بتاعتها كده هنضيفها بعد ما نخلص خلطتنا تمام على خير كده ان شاء الله بتحط بقى اي بهارات او اي حاجه وهي بتاخد الصدمه ولا بعد ما انت تحطها بقى مع الكوارع هي بعد ما تاخد الصدمه بنضيفها للخلطه
الخلطه بتاعتها. والتوابل بتحطها امتى؟ بتاخد والتوابل دلوقتي هتحطها دلوقتي أوه. بس بعد ما اديها بعد ما تحط البامية بعد ما احط البامية باذن الله. نرجع بقى لمنشدنا ونعرف بقى منك بدايتك في الانشاد، بدات امتى بقى ويعرفنا بقى التفاصيل اكتر. يا كانت بدايه الانشاد كانت منذ الصغر في سن الابتدائيه كده، وكشفت عن طريق الاذاعه المدرسيه. يعني بدايتك كانت في الاذاعه؟ كانت الاذاعه المدرسيه كانت الاول، يعني كانت البدايه في الاذاعه المدرسيه. انا كان الاذاعه المدرسيه كانت يعني، فانا كنت طبعا كنت دايما في موجود في الاذاعه، بس كنت موجود في جانب الانشاد الديني، ودي كانت بتبقى في الختام الاذاعه المدرسيه. يعني كانت اصلا موهبه عندك ولا حد اكتشفك؟ لا هي كانت موهبه عندي، بس بعد كده لما بقيت اطلع واظهر فبدا هم بقى يتكلموا ان في موهبه مش عارف ايه والدعم. كويس والدعم بقى وبالظبط كده يعني اول مره حد مثلا سمعك وقال لك كمل؟ هي كانت اول مره كانت في بلد الدكتور عبد الحليم محمود هو شيخ الازهر سابقا، هو دي كان في مولده ودي كانت البدايه هنا، ومن هنا بقى انا طلعت انشدت في مولده، ودي كانت البدايه بقى من هنا كده بدا الدعم من هنا. وكانت البدايه يعني كانت برضه من افضل اللحظات اللي عشتها كانت لحظات الجامعه، كانت دايما اي حفله الاعياد كنت دايما موجود. تستغل برضه الفتره دي وتنزل بقى وتشارك في المسابقات برضه. عرفت منك في الكواليس ان انت شاركت قبل كده في حفلات ومسابقات، كان ايه شعورك في اول حفله انت شاركت فيها؟ طبعا اول حاجه زي ما بقول كده تبقى اصعب حاجه، بس في نفس الوقت تبقى ايه حلوه. فكلمنا بقى كان ايه شعورك وقتها؟ الشعور في بدايتي اول حفله شاركت فيها دي كانت على مستوى جامعه الزقازيق، فهي كانت طبعا من الصعوبات. مسابقه اصلا؟ كانت مسابقه فيها. كانت مسابقه مسابقه انشاد، وكانت بتبقى مسابقه ترانيم، كانوا عاملين فقرات للترانيم وفقرات للانشاد. تمام. فاني بقى كانت في البدايه كانت من هنا، يعني كانت اول اكتشاف او اول ظهور بمعنى صح كانت من هنا. فطبعا انا كنت في وسط ناس كتيره، وطبعا كانت في اصوات ما شاء الله عليهم، ما كنتش اطوق، استفدت طبعا منهم طبعا، وكنت استفدت من قبل الناس اللي شاركت قبل كده، قعدت اسالهم فيها ولا انت خلاص انا عم انت اتعلمت بنفسك؟ لا يعني المدرسه انا المدرسه دي انا اللي اتعلمتها بنفسي، يعني كانت عباره ان انا بشوف الكورسات وكنت انا بذاكرها مع نفسي. انت كان برضو عندك موهبه، فانت استغليت الموهبه بشكل كويس، عشان كده ربنا يوفقك ان شاء الله. نعم اشتغلت على نفسي فعلا في الموهبه ديت، وحصلت على مركز خامس في جامعه الزقازيق. ما كنت على مستوى الجامعه، فطبعا ما كنتش متوقع ان انا احصل على المركز خامس، لاني كانت يعني كانت اصوات جميله. كانت بدايه، كانت اول مره في حياتي اعتبر ان انا كنت اشارك في حفله او مسابقه كبيره بمعنى اصح. طب هتسمعنا ايه بقى؟ نسمع حاجه ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمام في ربيع الاول. تمام بنور جمالك يا نبينا، نمدح وتحلى ليالينا، في نور جمالك يا نبينا، نمدح وتحلى ليالينا، على ضي القمر غنينا، نمدح في طه رسول الله، في نور جمالك يا نبينا، نمدح وتحلى ليالينا، على ضي القمر غنينا، نمدح في طه رسول الله، ده القمر نزل جاله والبعير شكله حاله، ده القمر نزل جاله والبعير شكله حاله، طب قول لي مين في جماله، جميل جميل يا رسول الله، في نور جمالك يا نبينا، نمدح وتحلى ليالينا، على ضي القمر غنينا، نمدح في طه رسول الله، جزع النخيل حن لزينه، سمع الصحابة أنينه، جزع النخيل حن لزينه، سمع الصحابة أنينه، وريج شفل قضت عينه، طب القلوب يا رسول الله، في نور جمالك يا نبينا، نمدح وتحلى ليالينا، على ضي القمر غنينا، نمدح في طه رسول الله، حبك يا طه أنفاسي، أهواك بكل إحساسي، حبك يا طه أنفاسي، أهواك بكل إحساسي،
والخالي والله ما يدراش حبك جميل يا رسول الله في نور جمالك يا نبينا نمدح وتحلى ليالينا على ضي القمر غنينا نمدح في طه رسول الله. مال والحلاوة دي نرجع لشيفنا تاني نرجع بقى لشيفنا انا شامه كتير حاجه جامده كده قول لنا بقى وصلت لحد ايه دلوقتي؟ طبعا احنا خدنا بردك الخلطه بتاعتها تمام ودخلناها بصدمه على الباميه بردك تمام واديناها البهارات بتاعتها وسلطه الطماطم والبابريكا تمام وخدت كوب من الميه تمام وتاخد مع نفسها بقى لمده 10 دقائق 10 دقائق طيب وبعد كده بتحطها مع الطبق الكوارع صح؟ بعد كده احنا هنشتغل في الكوارع بقى هنخش على الكوارع عشان ندوهم الايه؟ نجمعهم في الطاجن. ان شاء الله. طب خلاص ماشي عقبال ما تستوي ممكن نشتغل في الكوارع. هي الكوارع اصلا انت جايبها ومظبطها ومستويه صح؟ بتستوي لان هي بتاخد وقت في السوى طبعا. طبعا. هنيجي للكوارع. هتاخدها صدمة برضو؟ صدمة برضو عشان درجة اللزوجة اللي فيها تمام نديها مكعب من الكبد من الزبدة تمام هننزل بعد ايه كده بيها؟ ماشي تسخن وانزل بالكوارع وبعد كده بعد ما تنزل بالكوارع هندخلها على البلد بس برضو كده في الحلة برضو بعد كده نخش على الطاجن خلاص في الطاجن برضو يا شيخنا بيبقى في ناس بتعمل طاجن باللحمة بيكون نفس الطريقة ولا بيختلف؟ والله جميع اللحوم طريقتها كتير يعني في طاجن باللحمة في طاجن كباب حلة في طاجن كوارع لوحده في طاجن بالمال في كوارع بالملوخية بالكوارع لا في ملوخية بالأرانب طب قول لنا كده المقادير بما انك موجود معانا النهارده فقول لنا كده المقادير للطاجن باللحمه الباميه باللحمه طبعا احنا بنخش ب من المقادير اللي انت استخدمتها الطاجن اللي هو دوت تمام بنخش بنص كيلو لحمه تمام وبنخش بنص كيلو باميه تمام ماشي باميه خضراء او ناشفه بتمشي تمام باميه خضراء او ناشفه بتمشي كده خلاص هنزل الكوارع وبتاخد بنفس انت بطريقتك بقى انت زي ما تحبي عايزه تاخدي من الطريقه اللي انا دخلت بيها دي الخلطه دي ماشي عايزه تخليها صافي لحم بباميه بس خلاص ماشي تمام. مفيش مشكله بتمشي تمام بس اهم حاجه التوابل سواء كده او كده ما هي ده سر الخلطه بالظبط كده هننزل بالكوارع بقى احنا بقى بنخش بالكوارع نديها الصدمه بتاعتها بعد ما بتاخدوا الصدمه بتاعتها بتخش بالطاجن بقى للبانيه تمام بنديها البانيه وبعد كده هتضيفها على البانيه ولا هتحطها في الطاجن هي على طول؟ لا احنا هنحطها في الطاجن على طول تمام وبعد كده احنا بناخد على وشها البانيه زي ما انت شايفه وتدخلها يعني بقى في الفرن بتاخد وقت قد ايه لما تحطها في الفرن؟ من نص ساعه لساعه نص ساعه لخمسه يعني اقول نص ساعه لا ممكن تبقى قبل كده قبل نص ساعه لان هي واخده شغلها اللي بره مسلوقه طبعا ودي واخده النص السوا بتاعها تمام كده احنا بندخلها علشان تاخد النكهه بتاعت الفرن تمام وتاخد تبقى طالعه لك شكلها انا بكون مسويه اصلا الكوارع لوحدها قبل الكوارع بتتسلي لوحدها تمام برضو بالتوابل بنفس التوابل دي وبناخد الكوارع والله على الجمال ممكن تقرب الطاجن شويه هنقربه بس علشان السرعه تمام قبل الايه ننزل بقى بالباميه السرعه قبل تمام بعد كده
بننزل بالخلطه بتاع البامية. بالخلطه الباميه عليها. بتكون الباميه خدت نص سوا معايا. تمام. الريحه جميله جدا ما شاء الله عليك. شوقتنا وجوعتنا. وبنخش خلاص بقى لما طيب تدخلها الفرن. اخش بشويه مكسرات عليها. شويه مكسرات بس عليها. عادي لو انا مش متاحه عندي في البيت ما احط صح؟ ما لا لو مش متاحه مش حاجه اساسيه يعني. مش حاجه اساسيه بس دي ايه تكمله وجهه للطاجن. تمام. الكاميرا حركه الكاميرا تقرب على الطاجن. كل حاجه ظاهره والدنيا فل. ارفع بقى الطاجن. الله ينور عليك. ندخله الفرن كده خلاص وبعد كده برضو كان هنعرضه. تمام. الفرن كده شغال. تمام. شغال. هتعمل بقى ايه تاني بعد الطاجن غير الطاجن ده؟ انت قلت هنعمل الرز المصري. تمام. طبعا الرز المصري يا جماعه بنفس ال اللي هو الرز ابو شعريه العادي بتاعنا ولا؟ هات الزبد. رز لا مش بشعريه بقى. امال ايه؟ ابيض؟ احنا بنخليه ابيض بس حاجه كده يعني يمكن ترضيكم. تمام. هتقول لنا برضو سر الخلطه بتاعتك. ناخد مكعب مرق الدجاج مع الزيت. مع الزيت. مع الزبدة. مع الزبدة. تمام. وبناخد دي كلها مقادير الأرز؟ لا. نعم. دي كلها المقادير بتاعته؟ مقادير الرز من نفس نوع الطاجن. تمام. تمام من نفس نوع الطاجن بالظبط. تمام. ما احنا عايزين الاكله مكمله لبعضيها. تمام. تمام. بننزل الاول بالجزر. طبعا الجزر دوت ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه السكر وجعله يمشي مع المخللات كل الاكلات. اي طبخه مفيد جدا ومفيد لاي حاجه. ده من حكمه ربنا سبحانه وتعالى. تمام. ماشي. قبل ما تخلص يا شباب هنرجع لمنشدنا تاني. قول لنا بقى طبعا اي حد في بدايه مشواره بيواجهه صعوبات وتحديات، قول لنا بقى ايه الصعوبات والتحديات اللي واجهتك في اول حياتك يعني وازاي واجهتها؟ هي بتبقى الصعوبات والتحديات دي بتبقى عباره عن ايه؟ انك مش عارف توصل لمكان ازاي. توصل المكان ازاي دي حاجه، والحاجه الثانيه برضو بتبقى محتاج انك تشتغل على نفسك. فمثلا في بعض الحاجات ممكن تبقاش عارف تجيبها او عارف تعملها، فديت برضو من ضمن الحاجات. لا انا خلاص انا مش هكمل انا هقف. فديت كانت من ضمن الحاجات اللي بتواجه الصعوبات. فلكن هي الواحد ما يقفش عن حاجه زي كده. فطبعا انا اشوف فلان عملها ازاي، وطبعا ان انا اروح او اساله او اشوف ادور هو وصل لايه وانا اوصل نفس اللي هو وصله. بل بالعكس الواحد يعدي برضو اللي هو ايه وصله. برضو الصعوبات دي كانت برضو تحدي ليك انك تكمل وتوصل اللي انت فيه. بالظبط كده. كانت بتبقى تحدي ان الواحد يوصل للمكان اللي هو عاوزه. طبعا ما شفت حاجه على السوشيال ميديا مثلا قبل كده وحد علق لك عليها مثلا بالسلب او الايجاب؟ حصل برضو. لو قال لك بالسلب كده ايه رد فعلك عليه؟ هو بالسلب دي ما كانش بالنسبه لي سلبي. تمام. هو كان بالنسبه لي حافز ليه. كان حافز ليا ان انا لا ابدا ان انا اشوف دي تتعمل ازاي واعملها. تمام. فدي كانت بالنسبه لي سلبي. هو مثلا لو هو شايفها سلبي، لا انا مش شايفها سلبي. انت بتاخدها من الجانب الايجابي اللي انت تكمل وتشتغل على نفسك عشان تقدر ان انت توصل للحاجه. بالظبط كده. كانت من الجانب الايجابي ان انا كنت اشوفها ان انا لا ده هو كده اللي هو كده هو كده بيديني دافع ان انا ابدا ان انا اعدل من هنا. ايوه. تمام. اعدل من حاجه لحاجه. طبعا في حياتنا بيكون لنا قدوه او مثل اعلى بناخده يعني كل حاجه احنا بنعملها. مين دايما قدوتك ومين دايما مثلك الاعلى بتاخد رايه في كل حاجه ودايما بتحب ان انت تسمع له او بتفضله؟ هو القدوه دي مثلا في ناس طبعا كتير وطبعا ناس يعني. فاحنا لو قعدنا نعد فمش هنعرف مش هنعرف. لا يعني ممكن تقول لنا منشد مثلا انت حبيته فعشان كده حبيت انك تكمل مشوار مثلا الانشاد ده. هو كمنشد من الناس اللي لسه الحديثه حاليا. كان عندنا مثلا منشد استاذ يحيى نادي طبعا. تمام. ودي شرف لينا طبعا واتقابلته اكتر من كام مره. ايوه. حد محترم جدا. وطبعا منشد محمد طارق. تمام. طبعا من منشدنا برضو الفاضل طبعا. تمام. فدي برضو كانت من ضمن الناس اللي ادتني الحافز ان انا اسعى واكمل في المجال. دي حاجه.
فمن الناس اللي طبعا الناس اللي القديمه، فطبعا الشيخ نصر الدين طبار والشيخ النقشبندي، فطبعا الناس ديت ما شاء الله عليهم. تمام، هتسمعنا ايه بقى؟ بدالك انت موجود نستغلك بقى معانا النهارده. نسمع حاجه كده بما في ربيع الاول، فنسمع حاجه كده. تمام ماشي، اتفضل. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، يا مشفى يا عريض الجاه، وأنا ضيفك يا رسول الله. قال لي حرم أم حج البيت، أحرمت ولبيت وسعيت. قال لي حرم أم حج البيت، أحرمت ولبيت وسعيت. وأنا واقف على الباب غنيت، وأنا واقف على الباب غنيت. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، يا مشفى يا عريض الجاه، وأنا ضيفك يا رسول الله. ومكسنا وفي التروية أحرمنا وجددنا النية، ومكسنا وفي التروية أحرمنا وجددنا النية. وصبحنا في وقفة عبودية، وصبحنا في وقفة عبودية، وأنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، يا مشفى يا عريض الجاه، وأنا ضيفك يا رسول الله. بالصفا والمروة وسعينا، وفي حجر إسماعيل صلينا، بالصفا والمروة وسعينا، وفي حجر إسماعيل صلينا، ومقام إبراهيم ودعينا، ومقام إبراهيم ودعينا، وأنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك، أنا ضيف الله، يا مشفى يا عريض الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله. اللهم صل عليه. إيه الجمال والحلاوة دي؟ نرجع نشوفنا تاني بقى، نشوفه عمل إيه؟ قول لنا عملت إيه بقى؟ طبعًا إحنا بعد ما عملنا الخلطة طبعًا للرز، جبنا الرز. نوع المكونات اللي أنت حطيتها، حطيت إيه على الرز؟ حطينا طبعًا فلفل ألوان تمام، اللي هو الرومي تمام، وحطينا اللهم صل على محمد الشطة الحراقة برضك تمام، وسنة بابريكا تمام، وشوية جنزبيل. ده كله بعد ما شوحت الرز الأول؟ بعد ما شوحنا التتبيلة تمام، التتبيلة لأن الحاجات دي بتنزل في التتبيلة قبل الرز تمام، وقرفة تمام. وطبعا استخدمت توابل إيه؟ الكمون والفلفل الأسمر والملح الصيني والحبهان الناعم تمام، والجوز الطيب الناعم. طب حضرتك انا شفت كده انت عملت الرز من غير ما هو يتغسل، فعادي ولا مغسول؟ يعني مغسول، مغسول. خدتش بالي. بعد كده هننزل بايه؟ بعد كده هنغطي بقى الرز لحد ما يستوي. بنغطي على الرز، نغطي تقريبا باخد 10 دقايق وبعد كده بندخله على نار هاديه. برضه في الفار؟ لا هنا بنوطي عليه. بننزل بنقل عليه النار تمام، وبعد كده مع نفسه لما يخلص يعني هو 10 دقايق بس بالكتير وبيكون خلاص كده استوى تمام. نرجع بقى لمنشدنا تاني ونعرف منه بقى، لو حد عايز يبدا في المجال وحابب الانشاد تحب تنصحه بايه؟ تقول ايه؟ من اللي هو يبدا من الاول خالص، دي حاجه كويسه قوي تمام، دي ان هو يبدا من الاول خالص ويبدأ يتعلم بقى المقامات الموسيقية، لأن طبعا المقامات الموسيقية ديت هي دوت العامل الأساسي اللي بتخليه يعرف هو واقف فين وطالع فين في المجال، سواء كانت الأناشيد ديت بمقام إيه
اتعلمت المقامات دي لنفسك زي ما انت بتقول. بالظبط كده. حاولتش تروح لمدرسه مثلا تتعلم فيها؟ في كان في طبعا كان في مدارس كتير طبعا. تمام. الشيخ محمود التهامي والشيخ عبد الفتاح الطارود. فطبعا الشيخ عبد الفتاح الطارود هو انا مش هو انه رحت فتره كده بس كانت فتره بسيطه كانت بس عشان خاطر كانت الجامعه. تمام. فدي كانت برضه بس لكن انا ما سكتش ان انا اتعلمت لا انا كنت بشوف الكورسات بيشرحها ازاي وكنت انا اشتغل اللي اسمعها من على اليوتيوب. فدي برضو فادتني كتير قوي يعني. برضو كانت هي برضو بتساعدك في مثلا في فرق بين واحد سمع كورسات واخد وبين واحد اصلا ما يعرفش حاجه عن المجال. بالظبط كده لانه طبعا اكيد ده بتفيدك وطبعا بتفيد بتفيد اكتر لما تكون انت طبعا شغال مع التيم بتاعك. فهي بتفيدك قوي في النقطه ديت. بما انك بقى اتكلمت عن التيم وجبت سيره التيم وانا عرفت منك برضو في الكواليس ان ايه موجود معاك تيم، كلمنا بقى عن التيم بتاعك. هو التيم يعني مش مكون من عدد كتيره، هو تقريبا معايا ثلاث بنات. تمام. ومعايا اربع ولاد. دول بينشدوا ورا حضرتك؟ دول بينشدوا معايا طبعا. تمام. واصوات ما شاء الله جميله. تمام. وان شاء الله باذن الرحمن يبقى نتشرف بيهم ان شاء الله لنا حلقات ثانيه كتير. خلاص بقى هتسمعنا ايه تاني بقى؟ ماشي. نسمع حاجه سوريه. تمام. سمعنا بهرنا بقى. ماشي. اشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا، غبت كتير يا حبايب مهما يطول هالنوا، اشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا، غبت كتير يا حبايب مهما يطول هالنوا، الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا، يا هلا يا هلا بالعلالي كرم الجود عم يلالي والعنقود على الدوالي حب وطاب واستوى، يا هلا يا هلا بالعلالي كرم الجود عم يلالي والعنقود على الدوالي حب وطاب واستوى، واشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا، غبت كتير يا حبايب مهما يطول هالنوا، الله كبير يا حبايب رح نتلاقى سوا. دي حاجة لا انت ابهرتنا من اول الحلقة. نرجع لقى لشيفنا بقى كده. الاكل جاهز التقديم ولا؟ ان شاء الله جاهز. فاضل قد ايه؟ باذن الله على طول. هو كده الطاجن استوى ولا لسه برضه؟ لسه قدامه كتير؟ خلاص الطاجن خلاص. تمام. لسه ايه تاني بقى هتعمله؟ رز. هتقدم بقى ولا؟ هنقدم الرز المصري. تمام. حتى المقصوص يا سيدي. كوشه. الطبق نظيف. ده الرز. ده هو اصلا ما اخدش وقت ما شاء الله جميل جدا. المصري. طبعا دي فورمه لازم ندوس تقديم علشان التقديم. تطلع الفورمه شكلها جميل. ما شاء الله حاجه جميله جدا. وبرضك احنا نقدر نزينه بقى بالمكسرات والحاجات دي. عبال لما ان شاء الله تقدم كل حاجه كده براحتك نرجع تاني لمنشدنا ونسمع منه حاجه ونرجع لك مره تانية. دي اول منشود يعتبر بدات بيها. تمام ماشي اتفضل. اول منشود يعتبر بدات بيها دي كانت هي البدايه بتاعتي بصراحه يعني. تمام. هي دي اللي ادتني الدافع ان انا اكمل. اكيد دي برضه هي سابت فيك اثر. سابت فيها اثر ونزلت ما نزلت اكتر من كام فرح. فهي ديت اللي كانت تعتبر الحاجه المفضله اللي كانت دايما مش عارف بتطلب ليه. دايما هي كده بتبقى اول حاجه بتبقى هي ايه قريبه لقلبنا. بالظبط كده. خلاص بقى سمعنا. صلوا على النبي وزيدوا صلاته،
صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاغي القمر محمد ويفهم لغاته، رايحة فين يا حاجة يا مش القطيفة، رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة، رايحة فين يا حاجة يا مش السماوي، رايحة زور النبي محمد وعد على الجناوي، رايحة فين يا حاجة يا مش اللاموني، رايحة زور النبي محمد وملي عيوني. فاطمة يا فاطمة يا بنتي نبينا، افتح لنا الباب يا فاطمة ده ابوكي داعينا، صلوا على النبي وزيدوا صلاته، كان يلاغي القمر محمد ويفهم لغاته، يا نبي يا نبي يا ملك أحبة، هم العيالهم يا نبي ويقولك محبة، يا نبي يا نبي يا ملك أحبة، هم العيالهم يا نبي ويقولك محبة، يا بيرد زمزم سلامة حبيبي، والشربة منك منك دوا للعليلي، صلوا على النبي وزي لغاته. حلاوة دي كل مرة بتبهرني ما شاء الله عليك. نرجع بقى لشيخنا نشوف هو وصل لإيه دلوقتي. طاجن جاهز للتقديم؟ جاهز إن شاء الله. تمام. سعداء بأسرة البرنامج. تمام. سعداء بال احنا في حضرتك نورتنا ونورت القناه كلها. خلاص كده نقدم الطاجن. تمام. حضرتك خش بالكاميرا. كل حاجه جاهزه. ممكن ترفع بس الطاجن عشان يبقى ظاهر. تمام. كده طبعا ده طاجن الباميه بالكوارع. بس مقادير الرز برده سهله عادي برده مع ميه، لو مثلا مش موجود جزر او اي حاجه من دي عادي ان انا اعمله برده بطريقتي. هو بطريقتك هتعملي الرز بطريقتك، بس ده طريقه مثلا احنا بنخش على اكله زي دي لازم يكون قصادها الرز مخلوط نفس الخلطه دي، بتبقى تسويته نفس تسويه الرز العادي برضه. بالظبط تسويه الرز العادي. طب والطاجن مثلا ورق عنب بالكوارع نفس الطريقه ولا بيتعمل ازاي؟ قول لنا كده برضه المقادير بتاعته. ورق العنب بالكوارع طبعا نفس المكونات اللي حضرتك استخدمتها تمام واخد بالك. فطبعا ورق العنب بيختلف بس ما بين بدل الكوارع الورق العنب بدل البامية. بدل البامية مكان البامية مكان البامية. تمام. بورع عنب. تمام ماشي. بجد تسلم ايدك والله، يعني شغل جميل جدا وكل الدعم لحضرتك، وان شاء الله لنا حلقات تانية كتير. الله يخليك يا رب. الله يخليك. طبعا نرجع تاني لمنشدنا عشان نختم حلقتنا بحاجة حلوة كده منك تاني، فشوف بقى هتسمعنا ايه تاني. طبعا شرفت موجود معاكم. طبعا شرفت. سمعنا حاجة وبعد كده ايه نكمل كلامنا. مشتاقلك يا نبينا وبرسلك سلام، مبعوت على المدينة بدموع من غير كلام، مشتاقلك يا نبينا وبرسلك سلام، مبعوت على المدينة بدموع من غير كلام، ارضينا وجود علينا ارضينا وجود علينا ارضينا وجود علينا لو حتى في المنام، انشدوا للزيارة وقالوا على الحبيب صار للدموع حرارة ودوبني اللهيب، انشدوا للزيارة وقالوا على الحبيب صار للدموع حرارة ودوبني اللهيب، عدت ابكى انا بمرارة عدت ابكى انا بمرارة عدت ابكى انا بمرارة ونوح زي الحمام، مشتاقلك يا نبينا برسلك سلام، مبعوت على المدينة بدموع من غير كلام،
ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا لو حتى في المنام. حبيبي يا محمد يا نعم الرسول، وبذكرك يا نبينا قد نلنا القبول. حبيبي يا محمد يا نعم الرسول، وبذكرك يا نبينا قد نلنا القبول. واللي عاشق المدينة، واللي عاشق المدينة، واللي عاشق المدينة قولوا لي كيف ينام. مشتاقلك يا نبينا وبرسلك سلام، مبعوت على المدينة بدموع من غير كلام. ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا لو حتى في المنام. ولا يوم عدى علينا من غير مدح النبي أبدا، ولا يوم نسينا نور الوجه الغني. ولا يوم عدى علينا من غير مدح النبي أبدا، ولا يوم نسينا نور الوجه الغني. واللي عاشق المدينة، واللي عاشق المدينة، واللي عاشق المدينة قولوا لي كيف ينام. ربنا يبارك فيك بجد. في نهاية الحلقة كده تحب تشكر مين؟ حد وقف جنبك دعمك؟ طبعا احب اشكر كل من وقف جنبي طبعا ودعمني في المجال، طبعا على رسوم والدتي طبعا، هي كانت دايما حافز ودعم ليا، ربنا يخليها طبعا، واخواتي، وطبعا بعض من الاصدقاء. وطبعا حابب اشكر البرنامج واسره البرنامج، واني سعيد جدا كنت مع حضراتكم النهارده. نورتنا والله وكل الدعم ليك. نرجع بقى لشيفنا نشوف هو وصل لحد فين دلوقتي. طبعا خلصنا الطبخه بتاعتنا وبنقدمها هي لحضراتكم. تمام. حابب تشكر مين على الهواء وانت موجود معانا كده؟ الله يخليك. حابب تشكر مين على الهواء وانت موجود معانا؟ انا بشكر اولا الاستاذ محمود الملكي والاستاذ محمد الملكي، لانهم عرفوني على اسره جميله وقناه جميله. وبشكر الاستاذه منار المحترمه والاستاذه مي، تسلم ربنا يخليك. وبشكر كل اسره البرنامج، ويعني بقول بفضل الله عليا ان ربنا رزقني باخوه، اخوات كويسين ومحترمين. اخواتي الله يديه الصحه، الشيف حامد والمرحوم الشيف ماهر والمرحوم الشيف عاطف ابو ماهر، والاسطوره الكبير اخويا الاكبر اللي انا ما اعرفش امشي من غيره ولا امشي الا بشوره، الشيف محمد ابو ماهر، والمرحوم الشيف مصطفى اخويا. كل التقدير ليهم، لان هم اللي وصلوني لاني ابقى حاجه يعني من الناس. حضرتك تستاهل كل خير وكل الدعم لحضرتك، وبجد انت النهارده نورتنا. الله يخليك. وبجد اكلك جميل جدا ما شاء الله، انا شم الريحه بس لسه هندوق بقى بره. نرجع بقى لمنشدنا هنختم حلقتنا بايه بقى؟ طبعا المنشده المشهوره طبعا اللي كلنا دايما بنقولها، مايك مقفول. اتكلم. مايك شغال. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد، كل الامم تشهد انك رسول الله. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد، كل الامم تشهد انك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك، ارحم محبينك عاشوا على دينك، ما احلى سواد عينك يا ابن عبد الله. العمل يا احمد يوم طلعت المشهد، كل الامم تشهد انك رسول الله. يا كامل المعنى
حبك مجمعنا يا كامل المعنى، حبك مجمعنا يا اللي انتهنا معنا. صلوا على رسول الله. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله يا كامل الزين يا كرة العين يا كامل الزين يا كرة العين. سدد لنا الدين يا احمد يا رسول الله. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله. او احمد وانت دو انترمي سنزدي، او احمد وانت دو انترمي سنزدي، قولي شز تستفاي يرزم سنجر اوف الله. ما احلى يوم الميلاد راح موجت للعباد، ما احلى يوم الميلاد فرحة وجت للعباد، عمت كل البلاد يا احمد يا رسول الله. ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله. الله ينور عليك بجد، يحفظك يا رب، ابهرتنا النهارده. بحيي المنشد العظيم اللي شرفنا في الحلقه، وكان معانا يعني وانا بحيي حضرتك، نورنا بنور الله. شرف ليا اني شرفت الموجود مع حضرتك يعني. وانا بحيي حضرتك على الاكلات الجميله اللي انت عملتها، وبشكرك النهارده وبجد نورتني النهارده، وبشكرك بجد لنا حلقات ثانيه كتير، وبشكرك يا منار. ومن هنا خلصت حلقتنا، وانتظروني بحلقه جديده. دمتم في رعايه الله.